المندي بقدر الضغط هو وصفتنا لليوم. شايفين ما شاء الله، لون، شكل، طعم، ريحة، ما شاء الله. راح تستغني عن المطاعم بهذه الوصفة، تابع معانا. هلا والله ومرحبا. وصفتنا لليوم المندي بقدر الضغط، من أسهل الوصفات اللي راح تسويها. عندنا هنا المكونات لحم، وطبعا تقدر تستبدله بالدجاج إذا تبغى دجاج. وعندنا هنا رز بسمتي، وتقدر أنت برضو تستبدله بأبو بنت أو الرز الأمريكي اللي يحب الرز المتين. وعندنا هنا للرز راح نستعمل البصل والفلفل الحار والبهارات الصحيحة اللي هي ورق الغار والقرنفل والقرفة والكزبرة المطحونة والهيل والشابة والفلفل الأسود. وبالنسبة لبهارات اللحم راح نستعمل الفلفل الأسود والكمون والكزبرة المطحونة وشوي من البهارات المشكلة، وعندنا الملح وصفار الزعفران. هذه هي مكوناتنا، وخلونا نشوف الوصف. عندنا لهذه الوصفة راح نحتاج قدر ضغط، وراح نحتاج قدر يدخل داخل قدر الضغط، وراح أيضا نحتاج للشب اللي راح نحطه فوق القدر ونرص عليه اللحم. طيب أول شيء راح أتبل اللحم بالبهارات اللي قلنا عليها، وراح أضيف شوي من موية الورد. طبعا اللي ما عنده موية ورد عادي يستبدل شوي بالموية بس، لأجل إن احنا نتبل اللحم. ونبدأ الآن بتتبيل كامل اللحم. والحين غسلنا الرز بس ما نقعناه، بس غسلناه وحطيناه في القدر، وراح نضيف هذه المكونات اللي قلنا لكم عليها فوق الرز. وطبعا اللحم راح ينزل دسمه فوق الرز. اما اللي بيستعمل دجاج اشوف انه يحط شوي من زيت الزيتون او اي زيت هو يفضله، لاجل انه ايش ما يتلاصق الرز. ونوزن برضو الملح، واخر شيء راح نضيف الماء الى ما يغطي الرز. بس بمجرد انه يغطي الرز يعني مقدار عقلة اصبع، خلاص نوقف الماء الان كذا، يعتبر مناسب. طيب الان حطينا الرز اول شيء قدر الرز، بعدين راح نحط الشق فوق القدر. اهم شيء ناخذ المقاسات قبل ما نبدا بهذه الخطوات، يعني انا اخذت مقاس القدر انه يدخل على قدر الضغط، وبعدين مقاس الشبك. والآن نبدأ نوزع اللحم. الآن بعد ما رصينا اللحم على الشبك، بأخذ الآن طريقة التبخير هذه قبل وبعد. قبل أبغى يعني ايش ريحة الشوى تطول في اللحم، وكذلك أيضا في المرحلة الأخيرة بعد السوى. فأنا حطيت هنا شحم مذاب، وحطيت فوقه جمرة، وراح اكتم عليه 10 دقائق. بس والآن راح نطلع جمرتنا ونبدأ في مرحلة سوى اللحم والرز. والآن على نار عالية تركنا القدر. أول ما يبدأ يصفر المشر راح نرخي النار وتكون مثل الشمعة، ونحسب لها ساعة. وكل واحد طبعا على حسب اللحم اللي عنده يعرف مقدار أو وقت السوى المطلوب. الآن كذا بدأ يصفر خلاص المشر، فعلى طول راح نرخي النار ونخليها مثل الشمعة. والآن بعد ما مرت ساعة تقريبا، راح الآن نكشف ونشوف النتائج. طيب الآن راح على طول نسوي نفس عملية التبخير الأولى اللي سويناها، نكتم على 5 دقائق. الحين طلعنا اللحم في الصينية اللي راح ندخلها للفرن كذا عشان اللحم يتقمر، وراح ناخذ شوي من منقوع الزعفران هذا
وندهن به اللحم كي يعطي نكهة ولون برضو. وراح ندخلها للفرن تاخذ لها تقميرة كذا سريعة. والرز هذا هو رزنا ما شاء الله، شوفوا كيف نثري ما شاء الله، وما أخذ اللون والنكهة ما شاء الله.